تنساوش تابوناو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. كان حتى كان في سالف العصر والاوان وباقي ومازال لحد الساعه والان، كل انسان منا كيتمنى يسافر من زمان لزمان. حتى واحد ما صاب في الارض منافت ولا في السما بيبان، من غير بويدو كان حيت ديما هربان من مكان لمكان، تيسرت له الامور باش يسافر من زمان لزمان. اطلق راسك عنبر، يلا زيد زيد يلا زيد. صافي سي جعفر، هذا هو الغدر ياك. راه ما يعاودوا عليك حديدان، عرفتي اش غادي دير دابا؟ زم وقطع الحس، هادي هي الاخر عليك. دابا عند راسك دابا انت زعما مني شديتيني قطعتي الواد ومشفور جليك ياك. شكون اللي قال لك انا غادي نشدك في الحبس؟ لا لا، دروك دابا انت راك شادني للعشاء ولا شادني للغدا ولا جايبني لدار الضيافه. انا ما غاديش نسجنك، هيك تنعرفك مزيان، ما يكتفوك سناسل وما يتسدوا عليك بيبان. انا غادي نقبرك حديدان، وهذا هو قبرك. انا باغي غير نعرف لاش غتيتم ولادي فيا؟ لاش لاش تزيد في ذنوبك؟ لاش ديت قليدي؟ لاش انت لاش بغيت عندي؟ انا فهمك ندادي وانت باغي تقلع وتادي. يا حديدان اش داك تجبد الغار؟ حتى فضحتينا. انا هضرت المعنى وانت واحد ما كان عارف من غيري انا وياك. واخا، وهذيك الوصاف الخايبه العايبه اللي كنتي كتوصف بها الشفار، زعما وصفي انا؟ واش غادي نقول لك؟ كبرت على الكذوب. كاينه، دخلوا سدوا عليه، تنسالي لي. يلا تحرك، دخلوني تحرك، قلت لك تحرك. دخلوني وسدوا عليا حتى يسالي لي، دخلوني وسدوا عليا حتى يسالي لي، دخلوني وسدوا عليا حتى يسالي لي. لو نسدوا ليا حتى يسال. سرش سرش، تعال الساعة سرش. لو نسدوا، واش غتسد فمك؟ لا لا، إلا ما سدش فمك تنقمو. كون هاني العبس. سمير تفضل كل، فين سال عجول الدنيا؟ الآخرة؟ لا لا لا، أنا داير ريجيم حيت البارح أنا كلت، أنا كناكل نهار وكنصوم نهار. يلا سيدي، أنا وكل أنا بكل وليداتي كلو كلو. بسم الله ديالاش. شربت معنا الطعام؟ شاركتوه. ولا علاش شاركتوه؟ فينا هما دوك الراقصات والجواري اللي كنا كنجيو من سليمان؟ لا ما بقاش داكشي الامريكيه كل ما انا فينا هما ما كاينينش. لا ما بقاش، ما بقاش داكشي، ما بقاش داكشي من عندكم. اه حنا عندنا داكشي بزاف. تفضل تفضل. انت راه سيمانة الغزالة الغزالة نوضي تنسي خلاص. واه
ما كيبات عساس غير العساس. ونعس غير انت اللي خصك تولي تفيق بكري بحالك بحال الناس. ويلي يا المراه اشنو تمنيتي ليا؟ تمنيتي ليا نبدا نفيق بكري فعلى الصباح النبوري على انا وليت ساح وترزل وكون رازل. لكن تي باغي تعرفني تا الزرا وطرا. انا بانت ليك فيا صفه النساء. لا وبزاف عليك تكون فيك صفه من صفاتنا. انا بنت لك وليا لالا. لا 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 مول فعلكش هاد قله الفهمه زعما. ايوا انا متجيك راجل. انا راه راجل. واخرج ودرج روج وروج دير فحال الرجال وتسوق الخبار ماشي داير فوقيه وتشامر ومشمر فحال الولية النهار وما طال وانت قام تركنا وجالس في الدار. هادي عندك فيها الحق الولية. غادي نروج ونمشي لرحبة الشطارة هاك ورا. ايوا هكاك الرجولة تجري في الدم ماشي هضره بالفم. ايوا سيدي من غدا الصباح نبغيك تعمر السوق بوجهك احمر وبسطامك عامر وفي العشية تروح لداركم ولا دارك سالم غانم وتجيب لي الحنة والتمر والسواك ولا يخطك عليا وتسوق الخبار وتعاود لي الجرة وطرف الدوار حيت فما لقى الطرقان تنشف لك الخلق ويتنشر الخبار. قالت لي يا دادا سولتي فيا ومشطون عليا. على بالك تظني غادي نتهول ونسول من غيرك انت؟ وحتى انا كنت كنتسنى غير فوقاش تكون عندك الخاطر والوقت الكافي مدة هادي وانت مشغول حتى وليتي تفضل تبقى علينا معزول وتتكلم غير بوحدك وتهضر مع نفسك. بالسيف بالسيف بنتي انا مهما طال عمر ولا قصر غادي يجي واحد النهار غيتسالى فيه وقتي والغصه اللي في قلبي حياتي وموتي هي انت. غادي نخليك لديها بالغابه. ما حدك على طرف من صحتك وبطول عمرك خاصك تعزل الرجال اللي تعول عليهم وكتثق بيهم. كيفاش غادي نعرفهم؟ كيفاش غادي نعرفهم؟ كيفاش كل شي فراس بنادم الوحش إلا بغى يهجم كيعلم كيعري على نيابو ويكشر إلا كان كلب كينبح إلا كان سبع كيزقر. أما بني البشر السن كتضحك للسن والخنجر في اليد باللسان حلو والكلام كيهدر ولا درتي فيها الخير كينكر. نمام في الدهر وكيطعن بالغدر. وانت سيد العارفين واخا تعجز باش تميز بين الصالح من الطالح فيهم ويقدروا يضلوك ويعميو عينك على الحق مره مره حتى بالغلط تظلم في الحكام والحكم وتغفل باش تنصف المظلوم من الظالم. ولكن بلا شك راك فاهم السبوله التامره ما يهزها ريح ديما حاضره الراس عمره متقله وزدورها مزدره في الساس. سمعونا اش غادي نقول وسرنا يبقى هنا هاد حديد دان كي خاصنا نتهناو منه مره. وليني اسمح لنا سيد القيد كلامك هو الكبير ويلا تهنينا من حديد دان مهما كان وتهنينا من حياله ما تنساش الوحل اللي غادي نوحلو مع خياله والزازة اللي غادي نوضع لنا هلو عياله غير نقطعو اللحنش راسو وما تبقى سهل حاله ملي كان سموه حدو فمو خليناه وطوينا عليه الطريق ودار ما بغى. ولكن ملي ولينا احنا في خطر وبغى يسقينا بسمو العائلة ديالو ما بقاش كيهمنا لا هلو ولا احبابه وهذيك القبيلة ديالو كاملة قدام المصلحة العامة ما تسوى والو.
ولكن يا سيدي جعفر الى سولونا الشيخ المقدم ها وانت كتعرف الشيخ المقدم ضامن معاهم سيد الوالي اش غادي نقولوا لهم باش غادي نجاوبوهم ها نقولوا له راه هرب انت لقيتيها بلا ما تفكر وقلتيها بلا ما تشعر وقلتي الحيله سمعوني مزيان غدا في الصباح غادي نطلقوا البراح في القبيله سمعتوني يلا تحركوا يلا هي الاولى هادشي اللي كتقول يا بنتي واضح وباين ولكن انا كنتسنى الحجه الثابته والدليل هي هادي اللي بغيت نخبرك بها ولزمك تكون على علم حيت كاينه اسرار كثيره وامور خطيره اللي دايرين بيك وبالخصوص الاقرب منهم ليك حتى اللي قلنا ما عندهم يد فيها على الاقل مخبيينها عليك هادشي اللي كتقولي صعيب وكبير ميمكنش نمر عليه مرور الكرام هاجي معايا كرهت ولي في هاد الدجاج هذا واش نتوما مسابقين على الماكله ما عييتوش شوف والنهار كامل نتوما كتندغوا واش عندكم دوك جوج فام راه شرا كيكلخ اوليد راه كتلات الماكله كتكلخ وتينا راه كيقتلني في الضحك بهاد الدي ديالو وتما عطيونا صحه الاخبار وانتوما ملي جيتو نتوما كتعاودوا غير على الزرده هليلا عمركم ما شفتوا النعمه الله يخليكم بالخلا واش تي معاك بوشعيب وكتسولي على الاخبار مشارك حديد غي لبك اي وطلع مقلاعها ترى ولادي فيك تيف بريفي ها اشنا كيف فيك في بريفي لا هذيك اللي كتقولي انتي ماشي هي اللي غنقول انا هي اللي هي هو ديك فيش كيف بريفي هو واحد بنادم كيتبع واحد 10 سنين 12 عام 30 عام تيشدو بحال عدوويه شي دعوه قديمه بحال قاتل لي بوه ولكن انا غنتهلا فيه الخدمه هذيك فيها تماره انا نحاول نشوف ليه واحد خدمه زوينه ان شاء الله يدير فيها قيد ممتاز حديد دار قيد ديالاش ودير شي حاجه عندكم هنا يحكم عليها بصح اش كاين عندكم عمي قيد ديال الكلاب والمشاه وي 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 راه شبعه ديال الضحك بعدا واش عيب انا راه بحالي بحال حديد انا ولكن يبقى فيا الحال حديد انا بات في الخلا والشي راه يبدا يدخلوا عليكم ويخرجوا بديت تمنعوا شويه النظام في الدار حنا بقينا حنا بوحدنا نبقاو حنا بوحدنا نودي شوفي داك خالك يجي يتهشى معنا يونسنا لا لا هو راه داك اللي مشى تاجا غيتسحب المرض بحيث الفروج او غنولف في الدنيا نقطع لك او يحرر فيه والله العظيم الا عندك انت الحق بالله شتي يخرج منا نيته مد الليله عندك النوع ما عندكش لا تجيبي خليه ينعس بنادم اللي حافظ على راسه وحافظ على الجسم الصحيح في العقل الصحيح عاود اش قلتي قلت لك الجسم الصالح امي دلاله قلت امي دلاله قلت امي دلاله انا امك دلاله انا وكانت امك قد الكره ما قدرت دك ها يا امي دلاله مالك ما كتشوفش بعينك حل عينك شويه اخويا قتلتوني انا امي دلاله امي دلاله اش بنت لكم انا هرمت تحت على العكازه امي جرحتيني صافي امي الراجل راه مقصد عيب ولا تزيدي فيه حتى التيا واش نضحكنا معاه شويه بغا يبان امي دلاله وصافي الخمه ان شاء الله وصافي انا جرحتيني انا دابا والله الا جرحتيني بالله صافي يا حنا ودابا خلينا فين كنا الماكله سايره تبرد وانتم عاقلين هان تناقير انت باغي تسرط الدغله باغي ولا صبحات بيت راه تحت ما غادي ياكل من غيرنا حنا انا وخويا خميس يلا سرطوا الله يتبعكم الله هادشي اللي قلت لك هو اللي كاين وانا عندي خبر اليقين اليقين بنتي كيكون بالحجه الثابته والدليل الا بغيتي الدليل كاين فين غادي تتاكد من صحه كلامي الا حضروا لك الحكيم انا خايف لنوليو ضحكه وشفايه عند العديان ملي خبر هاد الصندوق ولات قصه وحديت على طرف كل لسان مالها شنو فيها الا بغينا نتاكدوا من اللي شاع اللي شايع بين الخاص والعام اللي ما فهمتش انا وعلاش كتم عليا السر القايد جعفر بالحق دابا ما كاين هضره أبدأي صباح الصباح ويفتح الفتح
ايوا كيف بغيتك ربي العزيز، لا هكا بغيتك وهكا تمنيتك. الشبع ديالي الغزاله ديالي الغزاله ديالي. ايوا انا غادي نحمر لك وجهك بين الجيران ونفقس لك العاديه. انت تحمر الوجه ونص، واني ما شغلك لا في هادو ولا في هادو. بيع وشري وتخصك راسك، عمر السوق بين ستارتك وعمر سكارتك، وخلي العديان يتقلاو يتقلاو في سمهم. شوفي وادعي معايا بالخير يجيب الله التيسير. وشنو قالوا ناس زمان؟ الفياق بكري بالدم شري. ايوا شير ما يلقاك غير التيسير. شير يلا بالسلامه بالسلامه. وادخلي ايوا دخلي دخلي تتمشي تتمشي شير. سير سيرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا عباد الله ما تسمعي إلى أخبار الخير، الكبير يبلغ الصغير، حديدان هارب اللي شافوا يعلم به. لا إله إلا الله محمد رسول الله. واش بصح سيد الوالي هذا الكلام كيقول براح؟ ما صليتش الصباح مع الجماعات الصباح الله يسمح لي. داكشي اش ما فراسيش الخبار بالحق، غادي نكلف شي حد اللي صباح هو الاول باش يعيط لي القايد جعفر، هو اللي غادي يكون عنده صحه الخبار. ما تفقش راسك انت، الكلام كاع اللي كتسمع دخلوا من هاد الودن وخرجوا من هاد الودن. راه باك ما تغيب الفقصه والغديت، راه ما كانش كيسمع الكلام. اي خليها على الله دادا، ولينا كنشوف بعينينا وكنديروا راسنا ما شفنا مرينا وكنسدوا ودنينا باش ما يسمعوا ما يرضينا. الله يطول لينا في عمرك. اسمحيني مزيان، هاد المرة بغينا نتهناو من هاد القهرة ونتهنى أنا من هاد الشي باني في مرة. معك لالا يلا. معك لالا أنا غادية. يلا تقي راسك سير. هاني لالا غيزو شي حاجة مثلا؟ ما عرفت شرماني أنا على هاد الشي ولا على هاد الشي باني اللي رزاني في شبابي وزهرت أيامي، ولا جيت نتسناه باش يموت. موت يا حوت عندك السيد داعودي ويتبل ويفوت فيا الفوت. زيد خلاص يلا لا تنشوف على لك ما نسينا شي حاجه. صافي ما نسينا والو. هاني جايه لالا هاني جايه. مو يا مو مرحبا بكاع تجمعوا. انا عمرني ما شفت بنادم كياكل بمعده وحط معده تستراح ليل كامل وتما كتنضغوا ليل كامل على مسافرين شي بلاد ما فيهاش الخبز. انت خليني انا كثر. انا بغيت نعرف غير شكون هذا اللي كان كيندغ وكيصفر الليل كامل. انا عارف بنادم يندغ يكحب يندغ يضحك ولكن يندغ يصفر. الخبز راه واعر الدراري. والله عمي شتي هاد راه غير شي فتات بيت شاي ديال البارح كنمنحو بيه دراسنا على ما يوجد الفطور. باز ما كتحشموش لعندك امي، راني حصلتهم مكمدين حجلة على قدها في السلام ديال خالي قاسم. أوي والله إلا حرقينا حرقينا. ويلي 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 شوهتونا تركت حديد دان زرعت القطران. ارخف شوية هذاك الشيء راه كيكلخ. ها عندنا حنا في ديالنا في حياتنا حنا الشيء راه كيكلخ. راكم كنتو نتوما عندنا وراه دابا كنلقاكم هز رجليكم في السبيطار. ويلي شو جرتي لحوايجك؟ شوف ما يتصب انت بالصابون تخميش حنا اليوم طبيعي نحتاجنا حنا كشي غتصبنا وحنا انا ما غنصبلو ما غيصبلنا غادي نبرطو واخا يجي غير هو بحق منا. حيد عخنونتك الله يخليك بالخلا. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا عباد الله ما تسمعي الا اخبار الخير، الكبير يبلغ الصغير. شرشي سكتو سكتو وسكتو عباد الله، خليونا غير نسمعوا اشمن الخبار جاب لينا البر حد الصباح. يا ربي تسمعنا شي خبر ديال الخير. راح ديدان هربان اللي شافو يعلم به. كيفاش وسمعتو البر حاج كان دريكم على اللي حديدان هرب؟ يديرا العفريت. واش هو ديما تيدير بحال هكا؟ ايوا يديرا. ايش ايش كل
حكي شتي من عندي تلقى راسك. دابا راه محال واش عرفنا شي حد، واخا ندوز مرحبا تستار ومن قدام الحزامه غير انت تلقى راسك وركي على مشطه وقدم وحبكي المشى. يلا زيدي قدامي. واخا لالا واخا يلا، راه غير لما فضحنا هذا البغل ود الحرام اللي ما يتستر بالحاف ما يتلتم بالتام. يلا زيدي زيدي معاك لالا. زيدي خلاص زيد زيد زيدي قدامي زيدي قدامي حبكي المشى. بغي زيد زيد حبكي المشى ديري لتامك. يلا يلا انت زيد. عزيزي مالك تسكت سيتي وكتفكر شنو؟ مالك عاود لي اش قال لي بلا راه حديد دان هربان. حديد دان هربان يموت له بو هذا الشيء اللي علم به دار المخزن. يموت له بو هي هو فين داير هادشي؟ ديما ديما كيسلت هو دابا حديدان عتبان لي الفلتق وقف هذاك على كابيه وقول من هنا دازو ما عقل لا حبابو لا على صحابو. كلامك هو الكبير حنا ولكن انا ما كيبان ليا القضيه فيها خله. راه حتى اللي فيك الخله حنا. واشتي انا واحد الراس يقول لي يديرها والراس الاخر يقول لي ما يديرهاش. ايوا تبع هذاك الراس اللي يقول لك ما يديرهاش ولا شوف دير تبع هذاك اللي يقول لك يديرها. لا لا الا كان نيت بصح حديد دان هربان ثقوا بيا كراسا قولينا تاني المخازنيه وهرسوا علينا في البيبان وش راجم. وخا في الحال انا عمري ما قدرته كنت كندير كل شيء ولكن نغدر صاحبي لا ممنوع عندي انا في الثقافه الا مره واحده كان معايا باريس ما كنتش بقى طاح عليه في داكشي ديال الترامواي ديالهم في المترو اي اي مشيت نزور الوالده. كاين امي تكتمنا كاين امي انت باريس. صباح الخير. صباح الخير مالو هادي شكون هذا؟ احنا الله انا عمرنا احنا شفنا الخير عمر الخير ما شفنا من نهار زادينا. شوف هاتوصي وحنا راه عندنا في دوارنا في الايامات ديالنا يعني كيقول لك شي واحد صباح الخير وبس الخير وداك الشيء كار كيكون ديرك السم في الماكله هاتوصي في كاف زعما ما تاكلوش وداك الشيء ضحكوا لي في وجههم ما تاكلوش داك الشيء. احنا والخير مساويين بحال الحلاقم. ها الخير انتم مالي الخير قدامكم كيعرض عليكم بسم الله على ما قسم الله. يلا ديروا يديكم دواحه كول عاد كراسك بعدين حبيبه وحاشت الله يقضيها الله. ما عندي منين يدوز لا ما ولا نعمه كيكين الله يا ربي الله بقيتي فيا ما عندي منين يدوز لا ما ولا نعمه ما لا هي الاولى ولا الاخرى ليه كل اللي بغات تاكلي. ولكن حديدان ما عمرو يتوب نيت هو ما باغيش يتوب حالو هو حالو ديما ضاربه بغبره ويقلب على الصداع كل مره. ولينا خالي هانتوما مشهود مازال ما سخن حتى موضعو في الدار وهم يزفوا عليه مسكين على ما انا واش داير اش دار كاع وقولي اش ما دارش اما اش دار شلا ما دار وما خلى ما دار على هذيك الكم غير يلقاو عندي انا في الدار ما يكونش هو مولاها عرفتي اش يجيكم مليح جمعوا عليا قرشكم ومن هنا دازوا ياك. وجاتك انت على خاطرك ها جاتك مزيانة. اسمع اخويا اسمع ولد امي امتي قويسم اللهم حطيتي لي ورت امي وزدتي كملتي تا ورت بلد زعزعت لك لا من هنا لا انا لا ولادي. يا سي احترمنا شويه احترمنا شويه راه كنا رجال ولا غنجي كنا من الاخر كاع والله ما حطيتي لي ورتي ورت امها ورت باها اللي تقعدنا ورتي انا ورتي انا وهي هي بحال بحال كنا وارثين في هذا الشيء مال السيبه كاينش مخزن وقف معايا راجل الله اللي ولدت انت وغنبقى واقف عليك راجل تنقطر لك ونصيفتك وغنورتك وما عمرك تندمي انا بحال ولدك انا راك وحنا معاهدين انا وحدي الدان دايرين هك ياكس في دار مولاي بوعزه إذا كنت أنا كنت ولا كنت تكون أنا وأنا اللي كاين وليتو تحاماو أيه وحنا غنشوف نشوف اش كيدير هذا في خدمته وما عرف وما عرفت يلا لالا رشيد أبو زلتي أفينك رانا تسوقت بكري وجيت باش نجيب لك وجبت لك هدية جبت لك المججة غتفتحي الرجمة وغادي تبقاي فاهية الرجمة راه فيها مججة
وفيها الشبنيه ديال الحرير وفيها الشبيكه والحلقات. فينك؟ فينك غزلتي؟ وين هادي؟ فين هي؟ عزيزي اش كاين؟ ياك لاباس؟ الدار خاليه. شو ويخليك انت الملحوس؟ اش بغيت تقول؟ انت قلبتي البيوت والمراح وانا قلبت السطح ما لقيت والو. اشنو؟ اسكت لا تعاودها لا تقولها. فين مولات داري؟ واش تخططني وخرجت بلا شواري؟ عزيزي بغيتك تثبت 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 تثبت. غنقولك شي هضره وما تقلقش. قول. بيت الخزين. مالو مالو بيت الخزين؟ كيصفر. الصورت عندي ديال بيت الخزين. مشاو مشاو شوات. شبد عارو ما ينسى حديدا وما قالوا فرق.